ادخلي ادخلي يا حبيبتي، ما يصحش نقف ورا البيبان كده، عيب الناس يقولوا عليكي ما تربيتيش. ودلوقت انتي جيتي علشان بتحبي البني آدم الأمير ده، انا مش بلومك، ده صيدة كويسة مش كده؟ شوف يا سموكة، حل مشكلتك بسيط جدا جدا. علشان تنولي مرادك لازم تبقي بني آدمة. تقدري تعملي كده؟ طبعا أقدر يا بنوتة، ده اللي بعمله. أنا عايشة كده عشان أساعد كل المساكين اللي زيك، اللي ملهمش حد غيري يساعدهم. أعترف لك إني كنت زمان شريرة، كان ليهم حق يتهموني بالسحر، لكن هتشوفي إني صلحت حياتي وتبت وشوفت الحق والطيبة وندمت. صح صح، ومن حسن الحظ إني موهوبة في السحر، وهي موهبة ما فيش منها مفر. وأخيرا من غير ضحك سحري أصبح يخلق السعادة للبائس وللمضطر. غلبانة مساكين البحور رايحين جايين، الست دي عايزة تخس والولد بالخوف بيحس، وأنا ساعدهم. أيوة أكيد، دول مساكين البحور ضايعين ليسين، والكل يجي لي يصرخ بالسحر الحقينا وما ساعدهمش. مش معقول. وعلى مدار الوقت في ما دفعوش التمن وغصب عني اضطريت تقلب البيت. ساعات بكون خسيسة لكن عادة أنا قديسة مع مساكين البحور. طيب أهو الاتفاق، أنا هعمل لك وصفة تخليكي بني أدمة لمدة 3 أيام، فهمتي؟ 3 أيام بس. اسمعي كويس، وياكي تنسي، قبل غروب شمس اليوم الثالث لازم تكوني خليتي الأمور ده يعترف بحبه، أو يكون اداكي أمارة، بس مش أمارة عادية، أمارة الحب للممات. لو ادهالك قبل غروب شمس اليوم الثالث هتفضلي بني أدمة على طول، لو ما حصلش هترجعي حرية بحر وهتبقي ملكي. لا أريد.